السمنة تهدد السعوديين وآخر الأرقام صادمة، وفي آخر أيامها تفاعلكم ينقل لكم كواليس قمة مجموعة العشرين. هو النجم خالد عبد الرحمن ضيفنا من العلا، أهلا بكم. أرقام ونسب جديدة كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ضمن نشرة لنتائج إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024، والأرقام هذه أظهرت زيادة في نسبة السمنة في المملكة. بحسب هذه البيانات، ف 45% من مواطني السعودية بيعانوا من زيادة الوزن، ومعدل انتشار السمنة بين السكان البالغين اللي هم 15 سنة وأكثر بلغ أكثر من 23%، ونسبة انتشار السمنة بين الأطفال بلغت 14%. وحتى النتائج أظهرت أنه نسبة اللي بيتناولوا القدر الكافي من الخضروات والفواكه يوميا هم 10% فقط. نشرة إحصائيات المحددات الصحية هذه بتستند على الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء، وبتقدم نظرة شاملة على الوضع الصحي في فترة زمنية معينة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان. تنضم إلينا من جدة دكتورة رويدة نهاد إدريس، أخصائية تغذية ومدير تنفيذي لشركة حياتي غذائي للوجبات الصحية. أهلا فيك معنا دكتورة رويدة. يعني أول شيء خلينا نبتدي ونفرق بين يعني في السمنة وزيادة الوزن، في فرق بينهم؟ أيوة طبعا، بينهم شعرة زي ما يقول. أهلا بك يا سارة وجميع المستمعين، وسعيدة أني أكون معاكي. نورتي. طبعا أنا دائما ألفت نظر للموضوع هذا، إنه كل ما زادت الأساليب السريعة لإنقاذ الوزن للأسف كل ما زادت السمنة في المجتمع. ولسه أستني شوية يا سارة، بعد انتشار الإبر حقت التخفيض اللي الناس كل عمال تاخدها بشكل عشوائي، شوفي حتتضاعف نسبة السمنة في خلال السنين القادمة. وهذا مو بس كلامي أنا، هذا يعني أكيد كلام خبراء كثير، لأنه البحث عن الشيء السريع اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. أيوة. فهذه طبعاً مشكلة، وأنا أتمنى إنه يعني هو الفرق بينهم، يعني أنت ما بين زيادة الوزن اللي هي تبدأ من 24 البي إم آي من 24.9 لغاية قصدي من ايوه من 24.9 بتطلعي لغايه زياده الوزن. اوكي. لغايه 29.9 تدخلي في السمنه، ولكن لازم تنحط قوانين صارمه اذا فعلا احنا نبغى نحد للسمنه. الشركات المؤسسات شرط اساسي الوزن الصحي، مش المثالي، خلينا نقول الوزن الصحي. احنا دائما بس كيف يعني بتقولي انه تنحط قوانين صارمه يعني من الشركات وعلى الوزن الصحي؟ يعني ما ينفع انه انا، لانه هو هذا عائق. الشخص اللي عنده سمنه وخصوصا سمنه مفرطه ممكن انه بعد فتره حيكون عائق على سمنته، وزنه عائق له، لانه السمنه مفتاح الامراض، سكر، ضغط، حتكون يعني بالنسبة. انت دكتوره رويده بتنادي انه يعني الشركات اللي عندهم موظفين عندهم سمنه او يجيهم شخص عنده سمنه ما يوظفوه؟ لا، مو ما يوظفوه، يشترطوا دائما يكون في مقياس. كيف احنا عمال بنطلب شهاده جامعيه؟ أيوة. بنطلب خبره 5 سنين، بنطلب اشياء. ما هم بيوظفوا واحد دوبه متخرج من الجامعه، بيقولوا له نحتاج خبره. فانا كمان احتاج انه يكون بيئه العمل اللي عندي بيئة صحية، بيئة سليمة. أمنع أنه الموظفين يطلبوا أكل سريع، مو كل شوية ألاقي مندوب توصيل للوجبات قادم. أيوة. أحاول أن أخلي الشركات تشوف، أو يعني المراكز الكبيرة تشوف شركات تقدم وجبات صحية، تعمل معهم اتفاقيات يقدموا لهم وجبات صحية للموظفين عندهم. أنت كده بتحمي شركتك وبتوفر على نفسك غياب الموظف بسبب مشاكل صحية. ايوه بس هو الموضوع مو بس في العمل، يعني هو في اسلوب حياه بشكل عام، يعني زياده الوزن او السمنه تحديدا، يعني خلينا نقول هي اسلوب حياه مو بس العمل. يعني انا ممكن اكل في العمل مثلا شيء خفيف، او اكون ماني من النوع اللي ياكل في العمل، بس برا العمل هنا التخبيص اللي بيصير.
إذا ممكن إني أمنع مثلا بعد الساعة 12 شركات التوصيل وجبات السريعة إنها توصل. لا شوفي 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 دكتورة رويدة، انت يعني حتى انت فكرتك جدلية بالنسبة لأي شخص عنده زيادة في الوزن وسمنة. قول لي الفكرة اللي قلتيها حقت الشركات، الآن تقولي انه بعد الساعة 12 ما يوصلوا، هذه يعني حيزعلوا منك شركات التوصيل والمطاعم. شوفي معلش، الشيء اللي يقول لك يا بخت مين اللي بكاني وما ضحك الناس عليا، فهذا من هذا المنطلق بنتكلم. ساعات الحقيقة صعبة والحقيقة مرة، احنا ليه نستنى انه نوصل لحد السمنة واحنا مسهلين للجيل الجديد انهم يأكلوا في كل الاوقات؟ يعني انت لو ما جبتي اكل من برا ما حتقومي الساعة واحدة اثنين تخرجي، او طفلك اللي عمره 15 سنة، ولدك اللي عمره 14 او 15 يقوم يخرج يجيب اكل بدون رقابتك، بس بسهولة ممكن انه يطلب الوجبة وتجي الوجبة لحد عنده. فأنا أشوف إنه هذه الأشياء اللي إحنا بنشوفها صارمة، ولكن هي في مصلحة المجتمع في الأخير. أيوة يعني فاهمة قصدك، فاهمة يعني قصدك، وهي طبيعي يعني موضوع إنه الواحد جالس ويطلب، يعني هذه آخر الليل كده أبغى آيس كريم، أبغى مدري إيش التصنيفات هذه اللي تيجي. ايوه بس كنت بقول لك انه يعني هذه انت بتقولي انه يعني بتطالبي الشركات والمسؤولين وكده انهم يتدخلوا في الموضوع للحد من السمنه، وهو يعني موضوع طبعا بيكون على مستوى يعني بتقوم حملات فيه على مستوى يعني حتى البلد وما الى ذلك، بس حملات فعليه لانه احنا عارفه المس أيوة. قلبي ولا التلمس جيبي، يعني انت لما تقولي للشخص زي المضيفين والطيارين من الشروط الأساسية عند التقديم الوزن المثالي. ليه؟ أيوة. علشان خطر على صحة الشخص وخطر على وسمعنا. أوكي يعني بس فردياً. ما هو المجتمع يبدأ بفرد. صح، ما انا بقول لك هذا اللي بقول لك اياه، فرديا الشخص الفردي بمعزل عن انه الشركه ما حتوظفه ولا الاشياء هذه كلها، لازم هو يبتدي بوعي في هذا الموضوع. للأسف يا سارة أنه ما فيش، يعني إحنا لما نجي للموضوع ده إحنا نتدشق في الثقافة الغذائية فقط لا غير، ولكن لما تجي للتطبيق، التطبيق يعني عند البطون تعمل عيون ولا إيش، ما أنت عارفة. ملكة الأمثال أنت دكتورة رويدة اليوم. أنا عارفة، هذه دللك أنه الواحد كبر في العمر بس نبدأ نقول أمثال. يعني الكبار ما قالوا شيء ما قالوا. فهذا كله حقيقة واقعية. خليني أقول لك، يعني أنت ولدك لما هو وزنه مثالي وبدأ يروح المدرسة وبدأت تلاحظ أنك كذا مرة عمال تغيري له قياساته، معناته لا في وقفة، في لازم أوقف وأروح للمدرسة وأشوف أنتوا إيش بتقدموا للولد، إيش بيباع من تحت الطاولة، إيش بيباع أشياء خارجية، فلازم اعرف. او ممكن يعني كمان اشياء داخليه في البيت. بس بقول لك دكتوره رويده، يعني انت بتتكلمي الاحصائيات هذه صراحه صادمه، في نفس الوقت احنا بنشوف انه يعني في زياده في الجيمات، في زياده في الاشتراك في الجيمات في السعوديه، صار في كثير يعني من برنامج جوده الحياه انه يعملوا مماشي الناس تمشي فيها. مزبوط، ولكن لحظي الجيمات صايره اللي بيقوموا فيها للاسف، واحترامي الشديد لجميع المدربين اللي حطوا نفسهم في مسميات تغذية، وحتى عمال يحولوا الجيل الجديد لكمال الأجسام والعضلات والأشياء دي، والترويج للبروتينات والهرمونات والحاجات اللي صرنا نلاحظ إنه غسيل كلى في عمر صغير، مشاكل كلى في عمر صغير وأشياء مرة صعبة. ليه؟ لأنه ما فيش أشياء، يعني ما في قانون يمنع المدرب الرياضي إنه يعمل هذا الشيء أو يدي. فاللي بيروحوا النوادي مرتادين النوادي غالبا بيكون اما يعني لفتره قصيره او عنده هدف معين، ولكن انا اشتغلت في نادي 7 سنين وكنت اشوف اللي بيجوا النادي يعني كانه مخرج لهم او منفس لهم، يتجمعوا مع صحباتهم ويدخلوا يلعبوا رياضه ويخرجوا يروحوا الكافيه وياكلوا من ما لذ وطاب، فما هو اسلوب حياه. يعني النسبه الاقليه اللي هم عندهم اسلوب حياتهم صحي وبيقابلوا بالتهكم والتريقة من كل اللي حواليهم، وانت جاي تعمل دحينة صحي وما جات على اليوم، وانت عارفة الكلمة دي. أيوة. يعني تروح مناسبة ما جات على اليوم تعمل دايت، لا انا ما نعمل دايت، انا ده اسلوب حياتي، انا ما باكل في الليل،
الأشياء هذه، فلازم تتقبل وتحاول إنك تعمل زيي. فإحنا يبدأ التغيير من الفرد، ولكن زي ما أيام كورونا حطوا غرامات على اللي يخرج من البيت أو الأشياء هذه حرصاً على صحة المجتمع وصحة الفرد، هذا شيء قانون لازم يصير في الشركات والمؤسسات بأنه ينعطى أنت عندك زيادة وزن حاول تنزل وزنك. أيوة. قبل المظهر التراخيص حقة الطيارين كلهم تلاقيهم حريصين أنه ينزل وزنهم، الموظفين نفس الشيء، كلنا هذا الشخص، كلنا ذا الشخص يا سارة. أيوة. السمنة دي يعني وباء، وباء يفتح يعني عبء على الدولة، عبء كبير، لأنه يجر أمراض مرة كثير وراه. أيوة طبعا، يعني هو دائما بيتكلم أنه المسبب الأول يعني للأمراض. بس كمان دكتور رويدة، يعني يمكن في شيء يعني بس أبغى أسألك عنه، اللي هو العادات اللي في البيت بتصير، اللي حاجة تكمل صحنك لازم تكمل صحنك، هذه الأشياء هذه ترى بتغرس من الصغر شيء معين. صحيح، بس هذا كان على أيامنا، دحين صار أصلا أكل البيت أكل الأم تتعب وتطبخ، وفي الأخير تقوم ما أحد أكل من السفرة لأنه ما عاد في السفرة اللمة، ولا عاد في أنه أكل أمي ما في زيه، صار لا أكل أمي ما هو عاجبني أطلب من برا شيء يعجبني. يعني هذه الأشياء كانت ياريت ترجع الأشياء دي، وياريت يرجع كمل صحنك، كمل صحنك عشان ما تفضل تنقور طول الوقت، كمل صحنك مو علشان تقول هذا ما أكله وتروح تأكل أشياء تانية ما هي مفيدة. فياريت يرجع مبدأ يكمل صحنك ونجلس على صفرة واحدة وعلى أكل الأم. أنت اللي عندك في البيت يا دكتورة رويدة إيش عاملة فيهم؟ والله شوفي، أنا صراحة أن الأكل عندي كله من وجباتنا الصحية، أوكي. ربنا رحمني من الطبخ يعني بسبب مشكلة يدي، فأنا الحمد لله، وزي ما أنت شايفة من يوم ما عرفتيني وأنا الحمد لله نفس الوزن، وحضرتك كمان نفس الوزن، فأكيد حرصنا. والله أنا مو نفس الوزن، يعني أنا يعني أصارع الوزن، بس يعني زي ما بتقولي يعني عندنا أيام جيدة وأيام سيئة. بشكرك جدا على هذه المداخلة، كانت معنا من جد دكتورة رويدة نهاد إدريس، أخصائية تغذية ومدير تنفيذي لشركة حياتي غذائي للوجبات الصحية. أهلا من جديد. في اليوم الثاني والأخير اجتمع اليوم قادة مجموعة العشرين في قمتهم في ريو دي جانيرو في البرازيل، وهي قمة طبعا طغت عليها مواضيع عدة مثل المناخ، الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وطبعا خيم عليها كمان عودة ترامب للبيت الأبيض. وحقيقة من أول يوم يعني والكلام كان عن حضور باهت لبايدن في القمة، وكلام كثير عن ترامب وإدارته، والحضور الباهت هذا حقيقة يعني ختم بوصول بايدن متأخر للصورة الجماعية وعدم ظهوره فيها. Cara, veio pra nada, que desrespeito, velho. فريق العربية كان طبعا موجود في القمة وتابعها معكم لحظة بلحظة، واليوم معنا في تفاعلكم من ريو دي جانيرو موفد العربية نايف الأحمري، نتكلم معاه عن كواليس القمة واللي دار فيها. أهلا فيك معنا يا نايف طبعا، ويعطيك العافية، وأعتقد عندك الجو حر ورطوبة شديدة. ميو نومي نايف أرابيا سوديتا أوي تودو بين كومو فايفوسي العربية أو مليور تي في
مساء الخير سارة، أهلا وسهلا فيك وفي كل مشاهدي تفاعلكم. أكيد أنت تحتاجي ترجمة الكلام اللي قلته. هذا أولا، وثاني شيء أبغى أعرف، إحنا بعتناك يومين ترجمة. بعتناك يومين رجعت بلغة جديدة، إيش صار فيك؟ صراحة يا سارة، من عاشر البرازيليين 48 ساعة تعلم منهم، فأنا تعلمت منهم يعني على الأقل هذه الأشياء الأساسية البسيطة، يعني حتى تتعامل مع الناس في الشارع، تتعامل مع الناس في التاكسي. إيش ترجمة اللي قلته؟ في المركز، لأنه استخدامهم لي طبعا. أول شيء أنا قلت لك أنا نايف من المملكة العربية السعودية، وقلت لك أوي تودوبين، يعني معناتها كيف الحال، كومو فايفوسي اللي هو مساء الخير كيف الحال مع بعض. العربية أو ميليور تي في، طبعا معناته أنه العربية هي الأفضل وهي الأفضل دائما. أكيد. وانت يا سارة نقول لك فوسي ميلو، انت الأفضل. الله يخليك، تسلم لي. قلتي أكيد بعد. طبعا القمة 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 يا سارة فيها كواليس صراحة كثيرة، كان فيها زخم كبير بحضور الرؤساء، بحضور القادة، أكثر من 83 قائد ورئيس وممثل للدول وللمنظمات حضروا لهذا القمة. أنت تعرف أنه في أكثر من 18 دولة وجهت إليهم الدعوات للمشاركة، بالإضافة للكثير من المؤسسات الدولية الفاعلة المهمة. نايف احكي لي على الجدل اللي صار على بايدن. أيوة، هذه مسألة أساسية ومهمة، وكل الحديث كان عليها. هي مسألة جو بايدن حضوره لهذه القمة. يمكن أول مشهد هو مشهد نزول بايدن من السيارة، لم يذهب إلى الرئيس لولا دا سيلفا مثل بقية الرؤساء، يعني ما كان النزول أو الصعود إلى الرئيس لولا دا سيلفا تقليدي مثل البقية، لا، نزل من السيارة من هذا المكان تحديدا خلفي، استقل مصعد كهربائي، وصل بطريق قصير جدا إلى الرئيس البرازيلي. حتى في الصورة التذكارية مع الرئيس يعني كان هناك تصرفات يعني الكثير هنا استغربها وعلق عليها، أنه ماذا يفعل بايدن. حاول الرئيس طبعا لولا دا سيلفا أنه يأخذه إلى الصورة، لكن بدأ يشرح على الخلفية اللي خلفهم. دخل طبعا للقمة بعد ما انتهى لولا دا سيلفا من الكلمة الافتتاحية، أتت كلمة بايدن، انقطعت طبعا الصورة، ما كان في بث مباشر. وبعد ذلك أتت أيضا قصة ثانية، وقصة التقاط الصورة الجماعية للرؤساء وممثلو الدول، ممثلي الدول طبعا، ما كان موجود فيها بايدن. وفجأة بعد ما انتهى وصل بايدن إلى المكان، كان الجميع طبعا قد غادر، ما رجع أحد، ولم يتم التقاط صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كل الرؤساء الموجودين. يمكن هذه سابقة طبعا تاريخية، وللعلم بايدن هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يزور غابات الأمازون، أي هنا في هذه المدينة الجميلة ريو دي جانيرو. صحيح، فعلا هو كان الحديث كثير الناس تكلمت عنه. بس أنت نايف، يعني بما أنك كده ما شاء الله يعني طلعت بكم كلمة والأشياء دي، وبتقول أنه المدينة جميلة، أنت كيف كانت مشاهداتك للمكان؟ صراحة مدينة ساحرة بكل ما تعني الكلمة. فأنا فعلا محظوظ بهذه الفرصة. أولا لأنه حدث مهم جدا على مستوى العالم، حتى بالنسبة للصحفيين هو حدث محفز. يعني أنا أول يوم صحيت الساعة 2:30 الفجر تقريبا، وجيت للمكان، يمكن كنا أول ناس وصلنا للمكان حتى نحجز، يعني مكان حضور كبير واسع من وسائل الإعلام، فلازم تصير تجي بدري للمكان. المدينة رائعة جميلة. يكفي يسارة أنها هي تقريبا أول عاصمة أوروبية خارج أوروبا في التاريخ، كانت عاصمة للبرتغال، مملكة البرتغال والبرازيل، مدة 8 سنوات تقريبا، من 1815 حتى 1821 كانت عاصمة للبرازيل حتى 1960 وتغيرت. يسمونها مدينة الجبال، تخيل، يسمونها مدينة الجبال، وفيها أكبر ميناء للتصدير والاستيراد. أيوة. في البرازيل مدينة لريادة الأعمال، تعتبر الأفضل في العالم تقريبا، الستارت اب بزنس أو ريادة الأعمال. ساحرة في كل شيء سارة، في طبيعتها، في الناس الموجودين فيها، في الشعب البسيط المحتفي. بس المشوار طويل يا نايف. أنا تفاجأت أنهم يعرفوا عن المملكة العربية السعودية بطريقة يعني مش طبيعية. أوكي، يعني عندهم اطلاع، بتحكي أنهم يعرفوا المملكة بشكل كبير يعني. لقيت أنا تجلس تتكلم مع ناس برازيلية، يعني صرتوا تاخذوا من بعض، تشوفوا يعني خبرات بعض يعني، أو إيش تعرف طبعاً عن بعض. وأنا صرت أتكلم برتغالي. حلو، وبعدين وإيش لقيت؟ طبعاً
طبعا يعرفوا المملكة العربية السعودية، يعرفوا أنها فازت على الأرجنتين في كأس العالم، يعرفوا أن نيمار لا أول شيء لحظة لا تستغل الوضع لا تستغل الوضع لا لا تستغل الوضع حقه. أيوة أنت دحين أخذتني في الكلام وقلت الهلال لا 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 أسطورة عنده لا لا فأكيد بيعرفوا وين يروح وين يلعب. يا سلام، بس ما تقول لي الهلال بعدين. أول شيء موضوع فوزنا على الأرجنتين، إيه هذه يعني صح أكيد هم لازم ينبسطوا فيها. لا وفوزنا وميسي كان فيه كمان، بس بعدين تمرر لي إنه ويعرفوا الهلال. لا يعرفوا الهلال لأن نيمار يلعب. الهلال اصلا معروف له من قبل ما يجي نيمار، لانه الهلال فاز على فلامينغو فريق كبير في البرازيل هنا قبل ما يجي نيمار، وصعد الى نهائي كاس العالم ضد ريال مدريد، فهم يعرفوا اوريدي قبل ما يجي نيمار. اوكي، ما يعرفوا النصر عشان كريستيانو رونالدو مثلا، مو بجلسة جنة عليهم. لا طبعا اكيد، لا 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 اكيد اكيد، انا قلت لك من شوي يعرفوا النصر لانه كريستيانو رونالدو يلعب فيه، هم يعرفوا الاتحاد كريم بنزيما، في احد واحد منهم ايضا ما حد حكى لي عن هذا الموضوع، بس اكيد يعرفوا الدوري السعودي، يعرفوا الاتحاد طالما انهم يشوفوا الدوري يعني بشكل كامل، يحبون كره القدم. اي طبعا، وهم اصل كره القدم اصلا، فبالتالي اكيد يعرفوا عن هذه الانديه كلها الكبيره يعني في المملكه، وصار عندهم اطلاع يمكن اوسع. ايه طب نايف، يعني انت واضح انك حبيت المكان، حبيت الناس، ويعني واضح ان انت يعني فعلا اعجبت بالمكان. الرحله كانت مره طويله يا نايف، ترجع تعملها ثاني؟ ايه ارجع اسويها مره ثانيه، بس اكيد يعني ارجع لها سياحه. هي من المملكه تقريبا لازم يكون في طبعا وقفه في احدى الدول الاوروبيه. أيوة. ومن هناك تقريبا نحكي على 14 ساعه او 13 ساعه، فالتوتال تقريبا يطلع 17 18 ساعه، لكن المكان فعلا يستاهل. المكان جميل، الناس طيبه، الشعب رائع، طبيعه المكان، التضاريس كانها لوحه. أيوة. رسمها فنان يعني فنان مش بس يعني تحتاج وقت، فيها يعني فيها الموية البحر، بس مع المشوار ده تحتاج تخصص وقت إجازة طويلة وقت حتى ايوه وتعمل بادجت كمان لأنه التذكرة والأشياء هذه تعرف. اي اكيد 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 غاليه، اكيد اكيد مش بسيطه ابدا، لانها بعيده جدا، عالم اخر بالضبط. عالم اخر تماما، يعني تتكلم على جنوب العالم تقريبا يا ساره، واحنا في الجنوب الشرقي طبعا للبرازيل في هذه المدينه، فهي بعيده اكيد كثير عن حتى اوروبا اللي انت يعني ربما يكون فيها محطه توقف للطائرات. صح. مش صراحه مدينه يعني قريبه، بس تستاهل الزياره، تستاهل انه نجيها. انا محظوظ اني جيت للعمل الصحفي صراحه فيها، وتغطيه قمه مهمه مثل قمه ال20 كان فيها زخم كبير جدا 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 يا ساره، والحمد لله يعني انه كانت دائما تغطيه العربيه تواكب هذه القمم الاحداث العالميه الاساسيه. لا يعطيك العافيه نايف، لا انت ما شاء الله يعني على الايام الماضيه يعني كنت انت متسيد الشاشه يعني في الظهور بالحديث عن الجي 20. طبعا كان عندك يعني كثير بالعكس من بعدكم واقلكم يا ساره. نعم ما سمعت. اقول انا يعني من بعدكم وانا اقلكم طبعا. لا 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 ايوه يعني احنا صحفيين يعني اوكي، هذه ضبط الامور فيها عشان المدير. طيب نايف، لا انت كنت منور الشاشه ويعطيك العافيه، بشكرك جدا على هذه المداخله. كان معنا من ريو دي جانيرو موفد العربيه نايف الأحمر. اوبريغادو ساره. ايه اوكي شكرا شكرا. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دائما عنده أشياء يعني تميز فيها، زي الأوصاف مثلا اللي بيطلقها على خصومه، طريقة كلامه، حركة يده وهو بيتكلم. وفي حملته الانتخابية الأخيرة ظهرت ميزة جديدة وبقوة، رقصة ولا كل رقصة. Young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy.
الشخصية اللي رقص فيها ترامب أكثر من مرة في تجمعات الانتخابية على الأغنية الشهيرة YMCA قلب الدنيا على المنصات، مو بالضروري يعني بس من محبيه، لا لا، مثلا افتحوا تيك توك حتلاقوا يعني جن زي كلهم جالسين بيقلدوا رقصة ترامب. الرقصة حقيقة انتشرت لدرجة تحولت خلاص لاحتفال أيقوني يعني، والكل بيعمله، وصارت يعني مثل الاحتفال مثلا رونالدو بأهدافه. ومن كم يوم بحضور ترامب في بطولة اليو اف سي، دي يعني واحدة من الأمثلة، يعني الفايز أول ما فاز احتفل ورقصها. وعلى فكرة يمكن الموضوع يتحول لأحد الطقوس اللي لازم تنعمل في أي مناسبة لترامب، لأنه الرئيس الأرجنتيني من كم يوم لما زار ترامب في مارالاغو كمان رقصها. حتى في الصين في عريس دخل فرحه بيرقصها. طيب يعني فعليا ما في احد ما رقص عليها، وبيني وبينكم حتى انا يعني برقص عليها، وطبعا بقلدها بس تحت الهواء يعني اكيد يعني. اهلا من جديد. الفنان الكبير خالد عبد الرحمن واللي معروف بحبه للسفر والاستكشاف، واحنا في البرنامج دائما مواكبينه وبنغطي نشاطاته، اطلق رحله استكشافيه الى العلا سموها درب العلا، انطلاقا من الرياض الى العلا.
رحلة درب العلا هي رحلة بيقوم فيها الفنان خالد عبد الرحمن مع نخبة من الرحالة مرورا بالقصيم وحائل حتى الوصول للعلا مع انطلاق شتاء طنطورة في رحلة استكشافية تعريفية بمناطق المملكة يتخللها العديد من الفعاليات والعزف على العود. ومن يومين طمنا خالد عبد الرحمن على الرحلة وشرح لنا فين وصلوا. والحقيقة يعني اليوم مع جروب درب العلا محبي ديفندر طبعا هذا المبروك مواتب الشباب في محجة. طبعا المحجة هذه جيتها 4 مواسم مع بعض، جيتها عام 92 ميلادي بالصدفة طحت فيها ولكن للأسف ما صورتها، وجيتها عام 97 وصورتها. كانت خلي يعني مرة ما لا سيارات ولا أثر مواتر ولا شيء. وجيتها 2010 وجيتها 2016. اللي اختلف في الموضوع أن بعد ما استدلوها الناس للأسف صار يعني الكتابات اللي على الصخر بالبوية والذكريات والأشياء هذه، وهذه أفسدت الشكل الجمال اللي تتمتع به هذه هذا المشاهد. مثل ما تشاهدين شوفوا هناك مكتوب يعني الله يجزاهم خير ويسلمهم، بدك أن أي واحد يستمتع بمكان يعني شكلته الطبيعة بخلق الخالق سبحانه يجب أن لا يفسد ولا يعبث فيه. والله رسالة من محب إلى أحباب أن الواحد يستمتع بما يجده ولا يعبث فيه. الله يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله اليوم 15/11 يوم السبت عام 2024. تحياتي لكم، محبكم خالد عبد الرحمن. ومن العلا ينضم إلينا الفنان الكبير خالد عبد الرحمن، أهلا فيك معانا منورنا اليوم. يا هلا يا هلا وسهلا، أسعد الله مساكم جميعا بالخير، كيف حالك؟ الحمد لله أنا تمام. أنت قل لي عن أجواء العلا، واضح أن الأجواء جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلين. فعلا أيوة، لا العلا دحين الآن في هذا الوقت تكون طبعا جميلة، بس خلينا بس نبتدي أصلا من الرحلة صح. اللي وصلتكم للعلا، أنتوا أصلا من البداية أنت بتعمل رحلات استكشافية، هذه المرة ليش قررت تأخذ هذا الدرب؟ صحيح، والله ما شاء الله يعني هي الرحلات الاستكشافية للأماكن المغمورة اللي ما هي معروفة، ولكن العلا أشهر من نار على علم. فرحلتنا كانت استكشاف في الطريق، ولكن في محافظة العلا الاستمتاع بهذه الثروة التاريخية الإرث والآثار. يعني تغيرت عليك طبعا، انت ذكرت في الفيديو انك انت بتروحها يعني من زمان، فايش كيف الفرق بين الزمان والان؟ نعم. والله ما شاء الله يعني هو في كل عام شوفها شكل ثاني. طبعا صار لي يمكن 2 سنين ما جيت العلا، وتفاجأت ما شاء الله بتنظيم وترتيب، يعني صخرة الفيل كانت السيارات توقف تحتها يعني نوصلها، الآن لا، أصبح في تنظيم، فيها مسار، فيها جلسات، وفي حدود لدخول السيارات. أيوة. يعني أصبحت أصبح الاستمتاع أكثر يعني. طبعا أيوة، لا طبعا صار في يعني تعامل معها على أنه مكان سياحي، وطبعا يعني تحفة يعني صحيح. موجودة من تاريخنا. على العموم بس بدي أقول لك يعني عادة الناس لما تروح العلا يعني يحاولوا يعيشوا التفاصيل حقت المكان، أنت بتحاول تعيش تفاصيل المكان ولا رحت لواحد من المنتجعات؟ لا طبعا قبلها كنا في الصحراء صراحة. أوكي. يعني من مكان المكان. أي نعم، حتى عاد حضرنا اليوم. وأشكر طبعا أشكر سعادة الأستاذة عبير العقل الرئيس التنفيذي المكلف
الهيئة الملكية بمحافظة العلا والقائمين كذلك أنهم استضافونا في المنتجع وقدمونا صراحة الكثير من الدلائل والمرشدين الشباب في أشياء رغم أننا على كثر ما جينا العلا إلا أننا ما شفناها ما شاء الله. أنا أول مرة أجي طنطورة الآن دار طنطورة أيوة. اللي أنا أصور لك منها الآن إيه طبعا لأنه خلاص صار فيه تنظيم للمكان وصار فيه حتى ناس يعني مؤهلين أنه يتكلموا عن هذه الأماكن. أنتوا كم مجموعاتكم؟ كم شخص معك؟ إحنا تقريبا 20 شخص. أوكي وأخذتوا الدرب هذا مع بعض رحلتنا. أي نعم. نعم نعم المسمى طبعا كان جميل جدا ومقترح من أحبابنا في الهيئة وتم طبعا الانطلاق والتصوير من البداية حتى وصلنا إلى العلا. أيوة وأنت تحدثت في واحدة من الفيديوهات عن يعني أنه أحد من المعالم وأنت شفت أنه عليه كتابة وما إلى ذلك. نعم يعني إيش نعم. طبعا يعني أزعجك هذا الموضوع؟ صحيح هو طبعا الثروة الحقيقية أن الشيء يبقى على حاله كما كان بدون تغيير ولا تشويه وإحنا نملك إرث جميل عريق إذا كان ولاة الأمر الله يحفظهم أكثر من يهتم في هذا الموضوع فليش ما نكون إحنا محبين ومجتهدين ومطيعين وحتى لو بدون تكليف بدون تكليف ليش ما نكون إحنا نأدي الواجب ونساهم في حفظ الشيء هذا. لا بالتأكيد. هل حنشوفك مثلا في أعمال معينة في العلا شيء حيصير في العلا من نشاطك الفني؟ نعم والله الحقيقة أنا بإذن الله في موقع راح نصور فيه وطبعا العود معنا وبنصور وبنسجل وببعث لكم نسخة. أوكي نعم. أكيد منها المنظر تشوفونه ومنها تكون الأغنية تعرض وأحب أنوه صراحة يعني على الجهود المبذولة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذا الغطاء الكامل على هذا على أرض الوطن بما فيها من مقومات وجمال يعني الحمد لله احنا في عهد يزخر بجميع المعطيات اللي تساهم في راحة المواطن فان شاء الله ان نكون جزء ممن يساهم في الحفاظ على هذه الطبيعة. يعني أنا سعيدة بأنك قلت أنه حيكون عندك نشاط فني هناك وبالفعل هي العلا يعني ما شاء الله التطور نعم. فيها رائع جدا بس ما تفكر نعم. تسوي حفلة هناك؟ والله أنا بين الأيادي إذا في مجال والله يشرفني. إيه بعدين أنت يعني خالد أنت عندك جمهور يعني مخلص لك إخلاص لو رحت آخر العالم حيجي وراك. إيه الحمد لله أنا في أي مكان أعمل حفل تلقين من أرجاء المملكة كلهم يحضرون. إيش السر يا خالد ما شاء الله يعني في كثير ناس عندهم كده ناس يعني عادي تسمع دا وتسمع دا أنت عندك شيء إخلاص عجيب. والله أنا ما عمري وضعت حاجز بيني وبين الجمهور دائما معهم دائما أوصلهم دائما إذا ما وصلتهم بالتواجد أوصلهم بالنقل من خلال السوشيال ميديا وسابقا طبعا من خلال وسائل الإعلام والحمد لله نلتقي دائما ولا أجد حاجز بيني وبينهم أبدا لذلك الحب متبادل. طبعا. طيب والآن الأغنية اللي حتغنيها أو اللي حتعزفها الآن في العلا حتكون شيء جديد ولا حتكون من أشيائك المشهورة؟ والله بسجل شيء جديد وشيء من المشهور. أوكي أنت عندك أصلا أغنية جديدة؟ أغاني أيوة انا عامل اغاني والله أيوة. أي. بس انه يمكن اخر واحده اللي بتكلم عنها انا اللي كنت بتكلم عنها الاغنيه
نزلت في نزلت في اكس عنها من كم يوم. اسال النجمه. ايه نزلوها المكتب. نعم ايه اسال النجمه. ايه نعم صحيح من كلمات الامير بدر. ايوه هذه محمد. نعم ايوه هذه 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 اخر واحده. هذه العود. ايه هذه اخر واحده كانت حلوه هذه صراحه. بس بدي اقول لك خالد الان يعني الاغاني هذه ما شاء الله اللي نزلتها والكلام هذا كله حتصير يعني في حفلات عندك في الموسم على الناحيه الثانيه يعني ترجع من العلا للموسم مثلا. صحيح صحيح. يعني الحقيقة معالي المستشار الشيخ تركي ما قصر وفي تنظيم يعني إن شاء الله راح يكون قريب في هالموسم وننتظر بس يرجع بالسلامة إن شاء الله يرجع إلى أرض الوطن وإن شاء الله تشوفونا على المسرح. كيف علاقاتك بالسوشيال ميديا دحين أنت بتقول لي إنه هذه نزلوها المكتب يعني مو أنت اللي ماسك الحسابات؟ أنا في البر عشان كذا يعني ما كنت حاضر. اوكي بس بالعاده بلغتهم انهم يجروا لازم. ايه بس لا طبعا انا اكون موجود. صحيح. ايه بالعاده انت اللي تكتب ومثلا تصور في سناب وكل شيء انت بنفسك يعني. صحيح صحيح. طيب جميل. نعم. جدا. نعم. احنا بنشكرك على وجودك معنا صراحه اليوم. هل في شيء حابب تقوله في النهايه عن رحلتك او فين حتروحوا في صحيح. يعني دحين. نعم. بعد الرحله دي نطاقنا عموما في الرحلة لا يتعدى منطقة العلا الأغلب يعني 90%. فيه اقتراح طبعا إن شاء الله بعرض على الهيئة الملكية وبعرض على وزارة الصراع وزارة السياحة وإن شاء الله يلاقي القبول بإذن الله إن شاء الله. طيب يعني تحفظت كده على تفاصيل يعني خلاص إن شاء الله لما يصير عاد تعلنها نتكلم عنها إن شاء الله. ما شاء الله عليك يا خالد يعني ما شاء الله رحلاتك رائعة وبتروح صراحة كل مكان وحلوة صراحة يعني الفكرة يعني متعة صراحة ما شاء الله عليك. لا لو ترافقونا بعد في الرحلة بتشوفون مغامرات يعني. لا انا عندي استعداد. احنا عندنا احنا عندنا استعداد بس في نوم في الصحراء وكذا. اي طبعا هذه جزء من المغامرات في الصحراء واستمتاع بالطبيعه. ولا احلى انك تفترش الرمل وتحط وسادتك من كومه رمل. لا طيب اختلفنا يا خالد في هذا الموضوع نتفاهم بعدين على الرحلة هذه. فأنا بشكرك. لا 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 أنتم وضعكم مختلف. أنتم يبغالكم كرفان يمشي معنا. أنا أتكلم عن أخواني الشباب اللي الآن معاي. أي نعم. اللي يغطون. لا لا هذه موضوع الوسادة من الرمل ما عجبتني أبدا ما ناسبتني أبدا يعني. بس على العموم بشكرك جدا على وجودك معنا. والله الله يسلمك. العفو. تسلم. الله يسلمك. طبعا كان انا سعيد والله بتواجدي معكم. الله يخليك. واتمنى. نعم الله يخليك. يا هلا. كان معنا من العلا الفنان الكبير خالد عبد الرحمن. شكرا لك.